وياه من الامور اللي تدل على تحكمك بالعصام باللغه اللي جت ذكرت سابقا موضوع احترام المساحتك. لما تنصح يرجع ورا عنك بسهوله، لما تروح قطعت يوخر قطعت عنك، لما تروح قطعت يوخر قطعت عنك الى اخره. طبعا يوثق فيك، يبدا يحس انك لما تقرب منه مرات تبدا تحسس انك مقرب وتبغى يوخر يوخر، لو تعطي امر واضح للتوخير يوخر، لو تعطي امر واضح للوقوف وتقرب ما راح يوخر فيطمئن لك، وبالدعوة انه يبالغ في الهروب عنك. مبالغه العصام في الهروب عنك لا تدل على احترامك قدر من خايف منك، المفروض تكون قادر على طرده لو بغيت، قادر على تثبيته لو بغيت. طب لو ثبتته ثم جيت بصدري عند صدري او رقبته وتحركت باتجاهك يدف دف بسيط، هل يرجع ورا ولا كعصام مدرب المفروض يرجع ورا؟ زي تمرين الخشم اللي حط يدي على خشمه ورجع ورا ثم حط يدي على خشمه ودي يمين يسار، ذكرتها سابقا في المقاطع الجود. لان الحصان اللي لما تحط جسمك عند جسمه عند بطنه عند ظهره عند قطعته عند وجهه وتدف جسمك دف بسيط ما يوخر عنك، هذا الحصان يستعمل القوه اللي انت استعملت القوه، ما استعملت القوه دفت دف بسيط، معناته ان الحصان يعرف انه اقوى منك استعمل القوه. الحصان مدرب زين من يوم يحس باي ضغط حتى كم جسمك او بيدك ما يرد على القوه بقوه، يرد على القوه بارضاء. فالحصان المدرب تنصاه نصي وهادي وصلت لصدره ثم تدف دف بصدرك دف بسيط المفروض يوخر عنك. الحصان مدرب خطا لو تحش يحش مو بالدف فقط، لو تحش يحش ضرب ضرب نصاك ما يدق ريوس، او لو ينحاش ينحاش على ورا ما يدق ريوس دق يرجع ورا على ورا خلف يعني. فالحصان المدرب زين كل ما حسن تدريبه احترم جسمك، ومن ضمن احترام الجسم ليس فقط احترام المساحه، بل لو جسمك نص قرب جسمك ثم دفيت دف بسيط يوخر الجسم اللي انت قاعد تدفه. دفيت رقبتي يوخر رقبته، دفيت خشمي يوخر خشمي، دفيت صدري يوخر صدري، دفيت قطعتي يوخر قطعتي، دفيتها بيدك او دفيتها بصدرك وبطنك الى اخره. دف بحدود، دف حصان على جدار خايف منه او دف على شيء ما يبغى يروح له وجاف منه موضوع اخر، انت قاعد تستعمل القوه خطا. تكلم عن حصان طبيعي في وضع طبيعي مو في وضع في جفله او خوف، لم يرجع الموضوع في جفله او خوف، اختلاف ترجع الموضوع دقه اليد، نعم بوخر جسمي عني بس عن طريق تحكمي بدقه يدي.